صباحكم الخير. اليوم الخميس 26 تموز يوليو، اليوم القمر مرافقنا برج ترابي برج الجديل، اجواء حلوه كثير لمواليد برج الجديل عذراء وكذلك مواليد برج الثور. كيف رح بتكون ابراجنا؟ نبلش مع برج الحمل. بالنسبه لك اليوم مولود برج الحمل، الجو بيحمل بعض المسؤوليات وبعض الاعباء وبعض الانشغالات، خاصه يلي لها علاقه يمكن بمنافسه او يمكن العلاقه باحد اولادك، احد احبائك اللي عم يطلب منك المساعده. 23 24 اذار مارس الاكثر حظا. بنتقل لبرج الثور. مولود برج الثور اليوم في لازم يكون عندك اول شيء الجرأة لحتى تكمل بهيدا النهار الحلو كتير يلي بيقدم لك فرصة نوعية. بفاجئك هيدا النهار بظرف جديد، يمكن تتلقى دعوة من شخص لحتى تروح على مكان ما مفكر فيه من قبل، ما عندك فكرة عنه، وهذا الشيء بيطلعك من الكومفورت زون، خليك تقول أوه وين رايح أنا، هذا الشيء مش متعود عليه. هذا نهار إيجابي جدا لمولود برج الثور، بيطلعك من مكانك التقليدي لحتى تكتشف أشياء جديدة وتحقق إنجازات، فقوي قلبك. الأكثر حظا 24 25 نيسان أبريل 10 11 12 أيار مايو. بنتقل لبرج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء بعده الجو تقريبا بتحسوا انه ما كتير بيسلي، منه نهار للتسلية. بتعرف من اول نهار انه اف اليوم بدنا نركز، بدي اشتغل على شغلي لحتى بعدين اذا في شيء بدي التهي باخر النهار، وعلى الارجح هيك بده يكون الجو اليوم من اوله لاخره عم تسعى لمساله معينه فيها تكون وحده، وبينطلب منك او انت بتلاحظ خلال ساعات النهار انه مطلوب منك تحاور شخص او تحكي مع شخص لحتى نوعا ما يصير في مصالحه تسويه وتقريب المسافه بيناتكم. مواليد حزيران يونيو بعتبرها الاوفر حظا. بنتقل لبرج السرطان. مولود برج السرطان ما تخلي الضغوط متطلبات الجو اليوم هي يلي تفرض حالها او تفرض حال عليك او تاخذ منك قول. بدك تكون انت مقتنع 100% مش تحت تاثير الضغط، بدك تكون واضح انت كمان برايك، تكون عارف حالك شو بدك. ما تنسى انت جاي من تاثيرات قويه جدا من الشمس ببرجك، انت بعدك طاوي صفحه سنويه ومعيد عيد ميلادك، يعني في مفروض القوه والطاقه اللي عندك اياها بعدها موجوده ومتينه، وهيدي بدك تعرف توظفها لحتى انت تتعامل مع الناس. ما تخاف من حدا اذا عم بيفرضوا شروط مش على ذوقك، اقله طلب مهله لحتى تفكر. في تحديات في تحديات، لكن انت قد وقدود، المهم تعمل مشكل مش وقتها. الاكثر حظا 6 7 تموز يوليو. كمل مع برج الاسد. بالنسبه لبرج الاسد هيدا انهار يمكن يحط مولود برج الاسد امام فرصه لادخال تغيير على انهاره، شغله، اسلوبه، طريقه عمله، طريقه تعامله مع الزملاء، مع الناس، مع الزبائن. هيدا نهار ايضا بخلي بعض مواليد برج الاسد يفكروا بحالهم وبصحتهم، شو اللي لازم يعملوا، يمكن في تشيك ابات لازم يعملوها، فعلى الارجح في بعض الاهتمامات بهالمواضيع. بعض مواليد برج الاسد عندهم نقله نوعيه بعملهم، مكان انتقال من مكان الى اخر. الانشط بالتاكيد هي مواليد تموز يوليو. كمل مع برج العذراء. حلو كثير هيدا النهار بين هلالين، لانه بيعطي مولود برج العذراء حقه، بخليه يتنفس سعداء، بخليه يعرف انه على الاقل في نافذه امل بيقدر يطل منها على حياته الروتينيه، ويعرف انه ماشي الحال، ماشي الحال. اليوم نهار جيد ضمن هالفتره الزمنيه اللي قلت لك حتى 22 اب اغسطس بدك تشتغل عليها وتنتبه لها، فاليوم نهار جيد جدا بهالمرحله، لازم تشتغل عليه، لازم تقوي قلبك بهالنهار، لازم تخلص الامور الصعبه اليوم، ما تخاف من شيء، حط اجرك بالارض واشتغل عليها. عندك جو مناسب لك لبكره الظهر. الاكثر حظا 9 10 11 ايلول سبتمبر. كمل مع برج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان هيدا نهار بيقول لك، مولود برج الميزان هيدا نهار بيقول لك
بدنا ناخذ الامور مثل ما هي، بدنا ناخذ الناس قد عقليتها، اولادنا ما بدنا نتخانق معهم، نفسيته لمولوه برج الميزان هي اللي شوي تعبانه نتفه، هو اللي عم يفكر كثير ببعض الامور، اتس ان يور مايند بعقلك، فاذا بتحللها بتجرب تشوفها من منظار ايجابي شوي او منها هالقد كارثيه الصوره، بتلاقي انه الامور جيده وحلوه، وبتحول بيتك يمكن للقاء لاجتماع لجاذرينج، تنبسط، بتروح عند اشخاص، بتلتقي مع اشخاص بتحبهم، وبيصير نهارك اليوم كثير لطيف وكثير بيسلي وايجابي. 25 26 27 سبتمبر الاكثر حظا. بكمل مع برج العقرب. بالنسبه لبرج العقرب كلامك اليوم من ذهب، فانتبه شو عم بتقول، مواهبك قوية، موهبة وحدة، سكيلز عندك إياها بدك تعرف تستثمرها في الوقت المناسب، وعلى الأرجح هيدا النهار بيطلب منك هيدا النهار إنك تكون على أتم الاستعدادية والجهوزية لحتى تقدم أجمل وأقوى ما عندك من أفكار، من تحضيرات، من معلومات. ذاكرتك بدك ترجع تفتح ملف الذكريات والذاكرة، مش الذكريات، الذاكرة، لحتى تشيل معلومات منها وتواجه هيدا النهار. بعتبر هيدا النهار بيتحديك، لكن انت ذكي، سرعة الخاطر اللي عندك إياها، سرعة البديهة، رح بتكون أسرع من غيرك، سباق ولافت للأنظار. 6-7 نوفمبر تشرين الثاني الأكثر حظا. كمل مع برج القوس. مولود برج القوس بتتابع الأمور بانتباه، انتباه دقيق، خاصة إذا في دفع أموال، يعني إذا أنت عندك فاتورة عم تدفعها، أو نزل على السوق مبسوط وعم تشتري، أو طلع بالك تكسدر تسافر، يمكن بتكون دقيقة هالمرة بصرف الأموال. كما أنه هيدا نهار معقول كتير يرد عليك ربح، يجلب لك خبر من برا، خبر من جامعة، خبر يمكن من مؤسسة نهار بتربح فيه، لكن انتبه من كثرة المصاريف. مواليد نوفمبر 1-2 ديسمبر الأكثر حظا. بنتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي ما في خوف على مولود برج الجدي، القمر ببرجه امبارح اليوم ولا بكره الظهر. مولود برج الجدي شخص اليوم عارف حاله شو بده، على الاقل اذا مش عارف حاله شو بده لما يواجه بموقف معين قادر يواجه هالموقف المعين بثبات وبوضوح. دغري بتتكون عنده الصوره، دغري بتكون الجو العام، بيقدر يتخيل وبيقدر يشوفه وبيقرر. في على الارجح اليوم قرار، مبادره، وفي صفحه جديده، وطبعا في مساله بدك تطويها، تطويها انت، يمكن امبارح طويتها، يمكن شخص، يمكن بروجي بتنتهي وانت طالع بالك انك تنطلق بشيء جديد. 24-25 ديسمبر كانون الاول الاكثر حظا. بنتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو نهار يمكن يزعلك، يمكن هيدا نهار ما يعطيك حقك، يمكن شاغل كتير، مشتغل كتير، وعندك أمل كتير بتفوق ويمكن حتى بإنجازات، لكن هذا نهار على الأرجح ما فيك تتكل عليه، ما فيك تعلي سقف توقعاتك وأحلامك بهيك نهار. جهودك أنا بنصحك تتركها لبكرة بعد الظهر، أو حتى فيك تتركها للسبت والأحد. اليوم نهار ما بيعطيك كل شيء بتريده، بالعكس يمكن ياخد منك، فكون حذر جدا، انتبه من المحتالين، من الفوضى والالتباسات بشكل خاص. 25 و26 كانون الثاني يناير. كمل مع برج الحوت. مولود برج الحوت عندك اليوم فعال، افيشنت، ان كان بشغلك، ان كان بشغل الاخرين، ان كان بعمل الاخرين بمجهودهم، ان كان حتى بالنتائج اللي بتوصل، بتحس حالك معني بالامر، ومعني بالامر بطريقه ايجابيه. فيك ما تعمل شيء، فيكون نهار تتسلى فيه، بتفرح فيه مع اصحابك، حتى بالشغل يبدو وكانه في جو من البهجه النسبيه بعملك وبحياتك بهيدا النهار. واكثر شيء بفرحك انه بتلاقي انه في ناس عم تفهمك، تتفهمك، وبتوقف لجنبك برأيك. الأكثر حظا 7-8 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم، هيدي السنة بتخلق لك ظروف مهنية مختلفة متنوعة، هيدي السنة متطلبة، هيدي السنة بدك تركز فيها على أول شيء الهدف الكبير اللي عندك، مش هلا، بدك تفكر لبعيد، بعد 5 سنين، 6 سنين، 7 سنين. التطورات اللي بتصير بهيدي السنة بتطلب منك أيضا تكون صحيا مستقر وقوي، وبالتالي مغاريب ان هيدي السنه تاخذ بعض الاجراءات الحلوه لتهتم بحالك صحيا. اب اغسطس ديسمبر نيسان ابريل افضل الاشهر. الى لقاء بكره، ابراج جديده، باي باي.